عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزه اقول لكم ان احنا في الفجر والبيت كله نايم عندي حرفيا، ولكن انا كده ركزت ولقيت ان انا ليا فتره ما جيتش اتحفتكم بتجاربي. بعد فيديو البطيخ ونجاحه اللي كسر الدنيا قلت لازم اجي لكم بقى فيديو البرتقال. رحت بسرعه لما ما جاليش نوم كلمت سوستا وقلت له سوستا يا رب اسمعنا، اصل ده لازم ازعق له. هب هيركو، يلا بينا. النهارده انا جايب هيركو بمكونين بس، برتقال سوستا وشوكولاته، اي نوع بتحبوه. انا عن نفسي من امبارح عندي دي، الحقيقه مش انا اللي جبتها، انا لقيت ايه عندها شويه قلت والله هاخد منها حبه اهو نوفر برده. قوم تقي هاتي حبه عشان معايا شويه تجارب كده، وبصراحه كانت تجربه تانية غير دي. ولكن وانا سهرانه كده وبتفرج على الفيديوهات لقيت لكم كده التجربه دي، قلت لا ازاي ما تعديش من ايدي دي. اول حاجه هنعملها هنغسل البرتقال، سهله دي ما فيهاش حاجه. انا غسلت البرتقال وجيت لكم. نجيب بقى طبقنا كده، نجيب كده البرتقاله بتاعتنا ونقطع البرتقال شرايح مدوره رفيعه، نشيل الاول كده الطرف رفيع. ها رفيع دي قلشت بس يعني كملوا. هي بس البرتقاله دي مرهقه شويه ولكن مفيش اي مشكله هتوقفنا لما نكمل. المهم يعني انتوا قطعوا دواير ودي اهم حاجه. بعد بقى ما قطعنا كل البرتقال بتاعنا كده دواير، جبنا الفويل صينيه قمر كده من بتوع تيتا كواكب، اكيد وحشتكم يعني. لو وحشتكم تيتا كواكب اكتب لي في الكومنتات كده. حته هم اخر حته الحمد لله ربنا ستر. شوفي مش هنقطع منها، هي اول مستنيه شويه بس تمام يعني، عشان هي اخر حته اصلا. طبعا انا عارفه في ناس منكم بتكتب لي كنت طب الغاز، طب ما هياخد وقت في الغاز، طب مش عارفه ايه. رحت اشتريتوها من بره، والمواصلات اللي هتاخدوها والكلام ده كله او الدليفري اللي هتدفعوه هي في حاجه في البيت مضمونه. انا دايما مع ان التجربه حلوه وان حاجه البيت مضمونه مفيش احسن منها، ولكن طبعا كل واحد براحته. تنزلوا حالا لحد ما ارص الحاجه تكتبوا لي في الكومنتات عايزين نجرب ايه معاكم الفيديو الجاي. وطبعا ايه رايكم في الوصفه دي اللي عملتوها؟ يعني كده هنجيب بقى البرتقال بتاعنا ونرصه كده في الصينيه. انا يمكن ما عرفتش اقطعه رفيع قوي بس انتوا رفعوا يعني اكتر. يلا بينا على الفرن، ويا ريت ما حدش تاني بتاخد في الفرن قد ايه، تابعوا الفيديو لاخره هتعرفوا، لان انا بجرب وبعدين بقول لكم، لان دي اول مره اعملها اساسا، بس هقول لكم طعمها ايه بكل صراحه. بالمناسبه اللي هيقول لي ايه دي يا جماعه هتشوفوها في الاخر. يلا بينا الوقت بقى ان احنا ندوق ونشوف الطعم. ولكن احنا زي اي ناس كبيره عاقله دايما يكون عندنا مبدا مهم جدا، والمبدا اللي انا عايزاكم تتعاملوا معايا بيه هو ان احنا ما ينفعش ناخد بالشكل. بالمناسبة انا بشكر ربنا من كل قلبي ان انا كل البيت عندي نايم، لان هي اخدت ساعة ونص في الفرن او اكتر، ولكن احنا جربنا ولازم ندوق. كويس كويس. جيب بقى احلى حاجة في الوصفة دي واللي انا مستنياها، ونفتح كده بس كده، احنا مش هنعمل اي خسائر تانية. انا اسناني كانت هتتكسر يا جماعة. طب نديها فرصة ما غيرش كده. لا يا جماعه دي باظت، دي نشفت، دي حجرت، شفتها تتاكل. نبعد ده بس كده عشان نعرف نتكلم بكل صراحه وبكل هدوء. التجربه طلعت اي كلام او عشان حقي اتقال ما ظبطتش معايا. ولكن عايزه اقول لكم الناس اللي عندها اير فراير لو جربت تعملها لا سيبكم من دي. انا كل 10 دقايق كنت ابص عليها في الفرن الاقيها طريه، فانا اضطريت اسيبها كده لحد ما تنشف. انا اول ما شفت الوصفه مع اول كده كام ثانيه في الفيديو قلت هعملها، قمت عملتها ما خدتش بالي ان هي قالت في الاير فراير هتظبط اكتر. ولكن في حاجه حلوه قوي طلعنا بيها من التجربه النهارده، مفيش احلى من الشوكولاته يا جماعه. ولكن ما تنكروش ان احنا نلنا شرف المحاوله، مش هيأس. استنوني في تجارب وبهارات جايه، خليكم واثقين فيا. هبهركم وهسيبكم الحق انام قبل ما حد يصحى ويكتشف اللي انا عملته ده. سلام.